عايز اخد حضرتك طبعا، النادي الاهلي بيودع واحد من اهم الكباتن اللي موجوده على تاريخ الساحه المصريه، حسام غالي، واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين، عنده عشره عمر مع النادي صحيح. الاهلي، قصه كفاح لما الواحد بيسمعها بيتعلم، لان دايما الواحد لازم يتعلم من قيمه واحد زي حسام غالي. في ناس كتير بتفتكر ان لاعب انه يصل بهذه يعني القدره وهذه طبعا النجوميه بيبقى الدنيا سهله. لا، لا الدنيا يمكن. كانت صعبة جدا في مشوار حسام غالي. كيف ترى اعتزال حسام غالي؟ وأيضا عايزين نعرف كواليس أكبر عن مهرجان اعتزاله. احنا مش هنقول وداعا، احنا هنقول لقاء، يعني اكيد حسام والاهلي نعم، كلاهما يستعد لتلاقي جديد ومهمه جديده للكابيتينو، قد تكون في الاداره. اعتقد انا شايفها لايقه على حسام غالي اكتر من التدريب، يعني الاداره نفسها. فهنقول لقاء، بس لقاء جديد بقى، حسام نعم هياخد المفاتيح ويلعب دور يعني اللي بيجي يفتح الباب، مش اللي بيفتحوا لهم الباب ويشوفوهم اللي هو الولاد. يعني انتقل من مرحله الولاد لمرحله احد المسؤولين قريب طبعا ان شاء الله. هو مسؤول في الملعب ده وقائد في الملعب. ككابتينو، ما هو مالي يعني الاختيار، مش ما هو بعيد الاختيار عليه. جه منين؟ مش بس من الشاره، الشاره مش بالتدرج، الشاره بالسمات كمان، مش بس التدرج. ومن ثم هتلاقي انه حسام غالي فعلا مأثر مع الناس كلها قوي، فراقه حتى لو كان هناك من هم أقر منه ورحلوا، لكن حسام يبقى حالة خاصة مع جمهور الأهلي. هو لاعب بطعم الجمهور، هو نجم بطعم المشجع، ليه كده حاجاته الخاصة جدا جدا مع الفانيلا الحمراء. يعني نموذج للشباب، متغرب من صغره ومع ذلك لم تأخذه يعني الشهرة كانش له فرقة على كابتن، يسار الحياة. يعني لما تحدث ودور كابتن مين الشربيني ما كانش له فرقة، ما انا بقول لحضرتك وما كانش بينزل التمرين، وما كانش في بعض الأوقات بينزل تقسيمة، ما شاء الله انت شايف اهو بنفسك ومتابع ده كله. يعني ورغم عن ذلك تحدى وصبر ووصل، ودي حاجة من الحاجات الصراحة اللي الواحد ما بي يعني بانت في دموع بكائه وهو بيقول أنا الكابتينو مش من فراغ، الكابتينو عشرة، وانا تحديدا رافقت الجيل بتاع حسام غالي ده من هم حقيقي فعلا. ناشئين انت حضرتك انتهاء بتروح معاهم معسكرات حتى في ومعسكرات وانتهاء القارة بقى كمان الأولمبية. كمنتخب، ولما رحنا وجابوا البرونز، واحده من نعم، اهم البطولات اللي خدتها المنتخبات المصريه، برونز كاس العالم للشباب، وكان الحقيقه فرحه عمري انا وقتها، لاني كنت بحبهم وكنت واثق فيهم. ده حقيقي. اتغلبنا في الافتتاح، اول واحد كلمته ساعتها لو هو فاكر حسام غالي، قلت له لم التيم ده يا حسام، انت سيبك من ان انت يعني نجم الفرقه، لا انت اكتر حد عندك ثقل في فهم الكوره حسام، عشان خاطري. حتى الكابتن شاوي غريب قال لي انت نشنت على حسام اشمعنى، يعني قلت له انا عارف انه هيقدر يظبط ده كابتن شاوي. زي ما قلت لك، لا تحتاج لي ان الناس تبقى زعلانه، ممكن حسام هو اللي متاثر، دموعه هي دموع المحب، لكن الناس تبقى فرحانه ان في اضافه اداريه ان شاء الله في قادم الاحوال للنادي استاذ عصام. الاهلي. برضه هقول لحضرتك، يمكن شفت يعني ان انا اكون من جيل حسام غالي في كره القدم، لما كنا بنشوف الفرقه او منافس انه هيعمل حاجه جديده، فرجه، هيعمل حاجه فرجه، جديده، وبعدين الشخصيه دي، وبعدين ما شاء الله هو اوروبي لانه حريف وقوي، دي ما كانتش موجوده. يعني كان قبل كده ستايل اللعيب يا حريف يا قوي، ضعيف بدنيا، يا قوي وما عندوش تلك المهاره العظيمه. الحاجتين دول فعلا، وما شاء الله شكله، فانت فعلا زي ما كابتن ميمي الشربيني وصفه، واستاذنا الكبير كابتن ميمي الشربيني يعني غير استاذنا في التعليق وفي الاعلام في كره القدم مؤكد، فما يقول ان اللعيب ده اوروبي فعلا كان له مواصفات اوروبيه يعني، وظهوره مع النادي الاهلي احنا ما كناش متفاجئين ان حسام غالي يطلع هو في 2001 يكسر الدنيا. لولا عصبيه مفاجاه، هو اوروبي، انت ما قلتش حاجه بعيده، يعني كانوا مختارينه لوحده كده انه ينفع يبقى اوروبي. ولو انت فاكر لعب على طول في الدوري الانجليزي، نعم ده حقيقي، انما فترات اختبار وكذا، راح توتنهام لعب، لولا عصبيه كده. نعم، يا للاسف انه استكملها، وده لانه في فريضه غائبه انا ما اقدرش الومه، اللي هي اسمها مدير الاعمال. نعم، وهذا ضمن ما يفكر فيه النادي الاهلي. النادي الاهلي في اللي جايب عايز يعرف مين وكيلك، مش وكيلك السمسار، انا اسف، اللي بيدير، من يديرك، اللي بيدير، من يتحدث شغل، معك، من يؤكد لك يوجهك. ان الساعه العاشره تعني العشاء او النوم، من يؤكد لك ان 8 ساعات يا دوبك كافيه. الاهلي يتعامل مع الملف كويس ان انت بتفتح الحاجات انا دي. هقول لحضرتك